ولد فاقدا للبصر لكنه تحول إلى عنوان للإصرار والعزيمة والنجاح. عصمة عبد الحافظ شاب من مدينة البصرة جنوب العراق، أكمل دراسته الابتدائية في معهد النور للمكفوفين، ثم انتقل إلى إكمال تعليمه في المدارس الحكومية ليحصل بعد ذلك على شهادة البكالوريوس باللغة العربية من كلية الآداب بجامعة البصرة. عصمة أخذ على عاتقه طباعة الكتب المنهجية الخاصة بالمكفوفين. شفت أنه مدرستي الابتدائية اللي درست فيها اللي هي معهد النور للمكفوفين في البصرة شفت بحاجة إلى خدمة، شفت الطلاب على رحلة بالصف أمامهم كتاب مال المبصرين، يعني فقلت الكتاب شو يسوون بيه وهو مال المبصرين، ما ممكن يقرأ بيه الطالب البصير فاقد البصر. قالوا هذه نحدد له المواضيع وأهله يقروا له. فقلت ما ممكن أنه إحنا لازم يعني نطبع المناهج بطريقة برايل الخاصة بالمكفوفين. فأنا أخذت على عاتقي هذا الموضوع وحصلت على طابعة عندي هناك في المنزل وبديت أطبع المناهج الدراسية للطلاب المكفوفين. ولم يقف عصمة عند طباعة الكتب لأبناء مدينته، بل قام بطباعة الكتب إلى الطلبة المكفوفين في أغلب محافظات العراق وللمراحل الدراسية كافة. هذا المشروع بديت به من أوائل عام 2019، وإحنا اليوم أواخر عام 2023 مستمرين بهذا الموضوع. طبعت إلى طلاب هذا المعهد أولاً، وبعدها انتقلت إلى طلاب المعاهد الأخرى في المحافظات وطلاب المكفوفين في المدارس الثانوية في البصرة وفي المحافظات الأخرى. وهنا أيضاً يعني توفرت لنا طابعة، هنا أنا أطبع لطلاب المعهد، وعندي بالمنزل طابعتي الخاصة أطبع بها لطلاب المرحلة الثانوية في البصرة وفي بغداد وفي مدينة الموصل في الديوانية في بابل. إدارة معهد النور للمكفوفين أكدت أن عصمت كان مميزا منذ أن كان طالبا، ولم ينقطع عن زيارة أساتذته والمساهمة في توفير احتياجات المعهد. أستاذ عصمت أحد طلابنا المتميزين، كنت أدرس في الصف الخامس والسادس الابتدائي، ساهم بطباعة الكتب المنهجية لجميع الصفوف من صف السادس الأول ابتدائي للسادس الابتدائي، وساهم بإعداد البرامج للتلاميذ تلاميذ معهدنا. قد يتصور البعض أن النور قد انطفأ في أعين المكفوفين، إلا أن بصيرتهم وأملهم في صنع مستقبلهم تفوق المبصرين. معهد النور للمكفوفين في البصرة جنوب العراق لطالما خرج مبدعين في مجالات مختلفة، وهو بانتظار مشروع التوسيع لاستيعاب أكبر عدد من المكفوفين. إيهاب الركابي، اليوم مدينة البصرة.